للمقارنة بين عددين يمثلان قياسات السعة، ينبغي التحويل إلى نفس الوحدة. أصغر عدد هو 703 مليلتر، يعني 70.3 سنتيلتر. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله حصتنا البنائية ستكون مع الدرس 26 من دروس المستوى الخامس قياس الساعات. الأهداف: إجراء تحويلات على اللتر وأجزائه ومضاعفاته، إجراء عمليات الجمع أو الطرح على قياسات الساعة معبر عنها بوحدات مختلفة، مقارنة وترتيب قياسات ساعة معبر عنها بوحدات مختلفة، حل وضعيات بتوظيف قياس الساعة. فلنبدأ على بركة الله. نبدأ حصتنا بتذكير المتعلمين بمفهوم الساعة. إذن ما هي الساعة؟ الساعة هي كمية السائل الكافية لملء إناء معين. هذا السائل يمكن أن يكون زيت، ماء، حليب، عصير. الإناء يمكن أن يكون برميل، قنينة، سطل، كأس. ونعطي مثال. كمثال لدينا هنا قنينة سعتها 33 سنتيلتر. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنها تسع لملئها 33 سنتيلتر من الماء. الوحدات الاعتيادية لقياس الساعة: الوحدة الأساسية لقياس الساعة هي اللتر، ويرمز له بأل. واللتر له مضاعفات وأيضا له أجزاء. مضاعفات اللتر هي هكتوليتر والديكاليتر، وأجزاء اللتر هي ديسيلتر، سنتيلتر والمليلتر. ويمكننا أن نلخص العلاقة بين أجزاء اللتر ومضاعفات اللتر من خلال الجدول التالي. العلاقة بين اللتر ومضاعفاته وأجزائه نلخصه فيما يسمى بجدول التحويلات، بحيث 1 لتر يساوي 10 ديسيلتر، ويساوي أيضا 100 سنتيلتر، ويساوي أيضا 1000 مليلتر. وأيضا 1 لتر يساوي 0.1 ديكاليتر، ويساوي أيضا 0.01 هكتوليتر. الآن سوف نبدأ حصتنا البنائية مع كل الأهداف التي ذكرنا سابقا انطلاقا من الوضعية التالية. عند علي برميل يحتوي على 16.5 ديكاليتر من الزيت. سؤال أول: باع منها 1.15 هكتوليتر، كم لترا بقي في البرميل؟ سؤال ثاني: أضاف فيه 1200 ديسيلتر من الزيت، كم لترا أصبح في البرميل؟ سؤال ثالث: أراد شخص شراء 16500 سنتيلتر من الزيت التي أصبحت في البرميل، فهل يكفي محتوى البرميل لتحقيق هذا الطلب ولماذا؟ إذا بعد قراءة نص المسألة أو نص الوضعية قراءة جيدة مع فهم المضمون، يتم استخراج المعطيات الأساسية بما فيها العددية واللغوية. إذا نبدأ بالسؤال الأول. إذا علي عنده برميل يحتوي على 16.5 ديكاليتر من الزيت، باع منها 1.15 هكتوليتر، كم لترا بقي في البرميل؟ الآن سوف نقوم بتمثيل هذه المسألة. نعتبر هذا برميل من الزيت يحتوي على 16.5 ديكاليتر، إذن باع منها كم؟ 1.15 هكتوليتر من الزيت. كم بقي؟ هنا نتكلم عن الباقي. ما هي العملية التي سوف نستعمل؟ إذا عندما نقول باع منها، إذا نقص كمية الزيت الموجودة في البرميل. إذا 16.5 ديكاليتر ناقص 1.15 هكتوليتر، إذا ماذا نلاحظ؟
هنا لدينا الديكاليتر وهنا لدينا الهكتوليتر. إذن قبل إجراء العملية يجب علينا أن نقوم بالتحويل إلى نفس الوحدة، إما أن نحولهما معا إلى الديكاليتر أو نحولهما معا إلى الهكتوليتر. سوف نضع العدد الأول 16.5 ديكاليتر على الجدول، 16.5 ديكاليتر. دائما رقم الوحدات هو الذي يكون في آنة وحدات القياس. ناقص 1.5 هكتوليتر، إذن 1 هكتوليتر تكون في خانة الهكتوليتر، 1.15 هكتوليتر. إذن الآن سوف نحول العدد الثاني إلى الديكاليتر، ننتقل الفاصلة إلى خانة الديكاليتر. إذن ونبدأ الحساب من الجزء العشري، 5 - 5 تساوي 0، الفاصلة، 6 - 1 تساوي 5، 1 - 1 تساوي 0، ونجد تساوي 5 ديكاليتر. بقي في البرميل 5 ديكاليتر لأن العملية. والخاصية التي تستنتجها من هذا السؤال هو أنه لإنجاز عملية الطرح على أعداد تمثل قياسات الساعة ينبغي تحويلها إلى نفس الوحدة. ننتقل إلى السؤال الثاني، أضاف فيه 1200 ديسيلتر من الزيت، كم لترا أصبح في البرميل؟ إذن هنا أضاف فيه 1200 ديسيلتر، هنا لدينا معطيات أساسية. إذن أصبح في البرميل كم؟ أصبح في البرميل 5 ديكاليتر. أضاف فيه كم؟ إذن كمية من الزيت 1200 ديسيلتر. إذن كم أصبح لدينا في البرميل؟ أضاف يعني الزيادة. إذن هنا سوف نستعمل الجمع. أيضا هنا في عملية الجمع نلاحظ أن لدينا قياسين مختلفين للساعة، إذن قبل الحساب يجب علينا أن نقوم بالتحويل إلى نفس الوحدة. إلى جدول التحويلات، لدينا 5 ديكاليتر، إذن سوف نكتب 5 في خانة الديكاليتر، 1200 ديسيلتر، إذن الصفر يعني رقم الوحدات هو الذي يكون في خانة الديسيلتر. إذن لدينا هنا 0, 0, 2, 1. سوف نحول 5 ديكاليتر إلى الديسيلتر، إذا نثمن بالأصفار إلى أن نصل إلى خانة الديسيلتر. الآن يمكننا أن نقوم بحساب المجموع، إذا 0 + 0 يساوي 0، 0 + 0 يساوي 0، 5 + 2 تساوي 7، وهنا لدينا 1 + 0 يساوي 1. إذا النتيجة هي 1700 ديسيلتر. أيضا يمكننا أن نحولها الآن بعد حساب المجموع إلى الديكاليتر، فنجد هنا لدينا في الديكاليتر 17 ديكاليتر، وبالتالي أصبح في البرميل 17 ديكاليتر. إذن ما هي الخاصية التي نستنتجها من خلال هذا السؤال؟ إذن نستنتج أنه لإنجاز عملية جمع عددين يمثلان قياسات الساعة يجب التحويل إلى نفس الوحدة. نمر إلى السؤال الثالث، أراد شخص شراء 16500 سنتيلتر من الزيت التي أصبحت في البرميل، فهل يكفي محتوى البرميل لتحقيق هذا الطلب ولماذا؟ أراد شخص أن يشتري 16500 سنتيلتر من الزيت، نريد أن نعرف هل يكفي محتوى البرميل. إذن البرميل يحتوي على 17 ديكاليتر، والشخص يريد أن يشتري 16500 سنتيلتر من الزيت، هل يكفيه شراء هذه الكمية؟ كما نلاحظ أيضا لدينا وحدتان مختلفتان، الديكاليتر والسنتيلتر. في هذه الحالة أيضا سوف ننتقل إلى الجدول التحويل إلى نفس الوحدة كي تكون المقارنة صحيحة. لدينا 7 ديكاليتر، أيضا 7 نضعها في خانة وحدة القياس، إذن 7 هنا لدينا 1، 17 ديكاليتر، 16500 سنتيلتر، الصفر سوف نضعها في خانة السنتيلتر، سنتيلتر 0 0
5 6 1. إذن سوف نحولهما معا إما إلى الديكاليتر إما إلى السنتيلتر. إذن نتمم إلى غاية السنتيلتر، فنجد لدينا هنا 17 ديكاليتر أصبح 17,000 سنتيلتر. إذن كيف هو مقارنة مع 16,500 سنتيلتر؟ إذن المقارنة بين عددين من 5 أرقام، نبدأ هنا برقم عشرات الآلاف. إذن في حالة تساوي عشرات الآلاف نمر للمقارنة بين وحدات الآلاف، فنجد هنا 7، كيف هي مع 6؟ 7 أكبر من 6، وبالتالي 17 ديكاليتر أكبر من 16,500. إذن سوف نضع هنا الرمز أكبر. إذن أراد شخص شراء 16,500 سنتيلتر من الزيت، هل يكفي محتوى البرميل لتحقيق ذلك؟ نعم يكفي، لأن محتوى البرميل أكبر مما يريد الشخص شراءه. إذن هنا سوف نكتب نعم، وبذلك نستنتج الخاصية التالية: للمقارنة بين عددين يمثلان قياسات السعة ينبغي التحويل إلى نفس الوحدة. الآن نمر إلى تمارين تطبيقية وحول إلى الوحدة المطلوبة. إذا نلاحظ هنا لدينا جمع عددين يمثلان قياسات للسعة، وهنا أيضا لدينا طرح حساب فرق عددين يمثلان قياسات للسعة. إذا في هذه الحالة قبل الحساب يجب علينا أن نحول إلى نفس الوحدة. هما سهلوا علينا في هذا التمرين، أعطونا الوحدة المطلوبة. إذا سوف نحول الكل إلى السنتيلتر. إذا نبدأ 23.5 لتر، أولا نضعها على الجدول 23، إذا رقم وحدة 3 يكون في خانة اللتر. إذا 23.5 لتر نحولها إلى السنتيلتر. إذا ف عند التحويل نضيف الصفر ونمسح الفاصلة، الفاصلة سوف تكون هنا، يصبح لدينا عدد صحيح طبيعي 0.1 هكتوليتر. إذا سوف نذهب إلى خانة الهكتوليتر ونضع 0.1، أيضا سوف نحوله إلى السنتيلتر. إذا نتمم بوضع الأصفار، وهذه الفاصلة سوف تتحول أيضا إلى خانة السنتيلتر، فيصبح لدينا هنا عدد صحيح طبيعي زائد 12.5 ديسيلتر، 2 في خانة الديسيلتر. إذا نذهب إلى الديسيلتر نضع 2 ونتمم 12.5. إذا نحولها إلى السنتيلتر، إذا تصبح الفاصلة هنا ونمسح الفاصلة القديمة، وبالتالي هنا يمكننا أن ننجز عملية الجمع بكل سهولة تامة. فنبدأ الحساب من الوحدات، هنا 0 زائد 0 زائد 5 تساوي 5، 5 زائد 2 تساوي 7، 3 زائد 1 تساوي 4، 2 زائد 1 تساوي 3، والمجموع هو 3475 سنتيلتر. أولا سوف نقوم بعملية الجمع. إذا هنا لدينا في الجزء العشري 5 زائد لا شيء تساوي 5، أو يمكن أيضا أن نضع هنا الصفر، 0 زائد 2 تساوي 2، الفاصلة تحت الفاصلة 2 و 1 3، وهنا لدينا 1، إذن 13.25 هنا هذا هو المجموع. الآن سوف نقوم بعملية الطرح دائما مع الجدول، ناقص 2545 سنتيلتر. إذن 5 نضعها في خانة السنتيلتر ونتمم 4 5 2، نحول الكل إلى الديكاليتر. إذن هنا سوف نضع الفاصلة ونقوم بعملية الطرح. هنا نضع الصفر، إذن 0 ناقص 5 لا يمكن نستلف ونرد السلف، 10 ناقص 5 تساوي 5، 5 ناقص 5 تساوي الصفر، 2 ناقص 5 لا يمكن نستلف ونرد السلف مباشرة، 12 ناقص 5 تساوي 7، الفاصلة تحت الفاصلة 3 ناقص 3 يساوي الصفر، 1 ناقص لا شيء يساوي 1. النتيجة هي 10.705 ديكاليتر. إذن 10.705 ديكاليتر.
التمرين الثاني، أقارن بوضع الرمز المناسب أصغر أكبر أو يساوي. إذن هنا لدينا المقارنة بين عددين يمثلان قياسات السعة. لمن نستحضر الخاصية للمقارنة بين عددين يمثلان قياس السعة، يجب التحويل إلى نفس الوحدة. هنا إما أن نحول إلى اللتر أو نحول إلى السنتيلتر. إذن سوف نذهب إلى الجدول. أولا نضع العددين 12.5، إذن 2 في خانة اللتر 12.5 لتر، 576 سنتيلتر، إذن 6 في خانة سنتيلتر 6 4 5. الآن سوف نحول إلى السنتيلتر، إذن هنا سوف نتمم بالصفر ونمسح الفاصلة لأن الفاصلة سوف تتحول إلى خانة السنتيلتر. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن 1250 سنتيلتر كيف هي مع 546 سنتيلتر؟ هي أكبر. إذن هنا سوف نضع الرمز أكبر. نمر إلى المقارنة الثانية 6.75 هكتوليتر. نذهب إلى الهكتوليتر ونضع 6.75 هكتوليتر. نريد أن نقارنها 675 لتر، نذهب إلى خانة اللتر ونضع هنا 5 7 6. إذن سوف نحول الكل إلى اللتر، إذن هنا سوف نمسح الفاصلة، الفاصلة تصبح هنا. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن العددين كيف هما متساويان. نمر إلى التمرين الثالث، أرتب من الأصغر إلى الأكبر الساعات التالية. إذن الترتيب نفسه نفس المقارنة، نطبق عليه نفس الخاصية. إذن لدينا هنا قياسات مختلفة، إذن للترتيب يجب علينا أن نحول جميع هذه القياسات إلى نفس الوحدة. إذن قبل ذلك سوف نضع هذه القياسات على الجدول، ثم بعد ذلك نرى الوحدة التي سوف نحول الكل إليها. نبدأ 7040 مللتر. إذن نضع العدد أولا، إذن 0 4 0 7، إذن هنا لدينا 1040 مللتر. نأتي إلى العدد الموالي 7.05 لتر، 7.05 لتر. العدد الثالث 70.3 سنتيلتر، 70.3 سنتيلتر. 6.5 ديكاليتر، إذا نذهب إلى الديكاليتر ونكتب 6.5 ديكاليتر. الآن سوف نحول الكل إلى أصغر وحدة وهي المليلتر. إذا نحول هذا العدد إلى المليلتر، أيضا هنا سوف نمسح الفاصلة، هنا أيضا سوف نتمم بالأصفار إلى خانة المليلتر. الآن يمكننا أن نقوم بالترتيب. قال لنا من الأصغر إلى الأكبر، إذا يظهر لنا أصغر عدد هو 703 مليلتر، يعني 70.3 سنتيلتر، ونكتب 70.3 سنتيلتر أصغر. إذا نشطب هنا ونشطب في الجدول. مقارنة بين عددين من 4 أرقام، نبدأ من رقم الآلاف، إذا متساوي نمر إلى رقم المئات، متساوي نمر إلى العشرات، نجد هنا 4 كيف هي أصغر من 5، إذا 7040 هي الأصغر. إذا نشطب ونشطب أيضا في الجدول ونكتب 7040 مليلتر أصغر. إذا بقي لدينا عددان 7.05 لتر وأيضا 6.5 ديكاليتر، إذا الأصغر هو 7.05 لتر. إذا نشطب هنا ونشطب في الجدول فنجد في الأخير 6.5 هو القياس الأكبر. وبذلك نكون قد أنهينا حصتنا البنائية لهذا الدرس. إلى درس جديد نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.